السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي حيثما كنتم حياكم الله، تحية طيبة مني من فاطمة إلى كل أوفياء الرشفات. يتجدد لقاؤنا والرشفات في موسم جديد متجدد، نتبادل فيه الحكاية والعبر وندردش حول هاته النفس حتى نسمو بها، حتى هاته النفس نهذبها ونغرس فيها ونبث فيها أيضا كل ما هو إيجابي من أمل من حب من إيجابية. لا تحلو الرشفات أكيد إلا الحكاية، حكاية تربينا وتهذبنا وتعلمنا، ويا ريت نتقاسم هذه الحكاية مع أبنائنا حتى نربيهم، فأكيد التربية بالقصة لها دورها. ذات عشية اجتمع أب وابنه يجلسان معا، يرتشفان معا شايا وقهوة ويدردشان. هذا الأب كان حكيما، فقال لابنه الشاب: سأحدثك اليوم يا ابني عن أكثر شيء تظن أنك تعرفه ولكنك لا تعرفه، لكن للأسف لا تعرفه فعلا. فتبسم له الابن وقال: ما هذه الألغاز يا أبي؟ أي شيء ذاك الذي لا أعرفه ورغم أني أزعم أني أعرفه؟ وأنا أيضا أحبتي أقول لكم: ما هو الشيء الذي تعرفونه وتظنون أنكم تعرفونه ولكن في الحقيقة لا تعرفونه؟ والله لغز يا أستاذة. نعم، يقول له الأب: إنها نفسك يا بني، إنها النفس. تظن أن أكثر شيء تعرفه هي نفسك رغم أن الحقيقة لك. كل واحد فينا يقول نعرف روحي، حتى احنا بالعامية تاعنا ما كاش واحد فينا ما يعرفش روحه، أنا نعرف روحي مليح، ونزيد نقولوها بهذه العبارة. ليس أدل على ذلك يا ولدي من أوقات كثيرة تريد فعل شيء لكنك لا تستطيع حمل نفسك على فعله، وتريد أحيانا الإقلاع عن شيء لكنك تجد نفسك تفعله رغما عنك، حتى أنك مع الوقت بدأت تقتنع وتقنع نفسك أن هذه النفس خارجة عن السيطرة. كم من مرة زعمت أنك قوي العزيمة ولكنك عكس ذلك، كل مرة تجلس مع نفسك وتكتشف أشياء وأشياء غريبة. صح وصدق هذا الحكيم، وأنا ربما من منبري وكان نفسانية أقولها لكم، حتى علماء النفس باختلاف دراساتهم كما يقول هنا الكاتب باختلاف دراساتهم يقولون أنهم يعرفون من النفس ربما السلوكات تاعها، أحوالها، مهاراتها، عاداتها إلى غير ذلك. لكن في غالب الأحيان النفس أو الإنسان يجهل في نفسه أشياء كثيرة، وإحنا مرات نقولها بالعامية تاعنا: والله ما كنت نعرف بلي هذه الحاجة فيا، والله غير اكتشفتها. ربما نعطي مثال، ربما أحيانا في مواقف في الحياة نقع في مشكلة، في تحدي، في أزمة، ثم يبان فينا الصبر، تبان فينا قوة. ربما نكون في موقف يستفزون الناس فيه ولكن نتحكم في أعصابي، يقول سبحان الله، ولا غير ما كنت نحسب روحي هكذا. نتكلم خاصة في الجانب الإيجابي، عندي من الصبر وعندي من الحكمة، وعرفت نجيري هذاك الموقف، عرفت نسير ذلك الموقف، فاكتشفت نفسي في تلك اللحظة. أشياء في نفسنا، مكنونات في نفسنا قد لا ندركها، قد لا نعرفها، كما أحيانا أشياء للأسف سلبية ربما لها أسباب نفسية أو تاريخ نفسي أو مكبوتات أو غير ذلك، لن نحلل الآن، ولكن مرات أحيانا تخرج أشياء في لحظة غضب، جاء أسوأ ما فينا في لحظة غضب، سبحان الله تقول ما كانش بالعاني، ما على باليش بلي انا قدرت ندير هكذاك، وتتاسف وتندم. لذلك احيانا كل واحد فينا يجلس مع روحه ويسال هذا السؤال: هل تعرف نفسك فعلا؟ هل تعرف روحك؟ بمعنى هل تعرف نقاط القوه تاعك؟ هل تعرف نقاط الضعف ديالك؟ هل تعرف كل مهاراتك؟ هل تعرف انت بلي تقدر تتحكم في الغضب تاعك، تحسن اداره حزنك، اداره فرحك، جاتك لا قدر الله مصيبه، تعرف كيفاش تتعامل؟ أحيانا في ذلك الموقف نكتشف أنفسنا، لأن الإنسان دائما في تطور، في تطوير لنفسه، في اكتشاف لذاته، في تحقيق لها. لذلك أحبتي ربما منبرنا اليوم من خلال الرشفات هو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نعرف نفسي حق المعرفة؟ وكي نعرفها هل أنا نسعى باش نطورها؟ لأن أحيانا نغفل، وربما توافقوني في هذا، أننا ننشغل بالآخرين، فلان وفلانة، ربما في وسطنا العائلي ومشاكلنا العائلية، بجاري بجارتي، بزميلي وزميلتي في العمل، بالناس وبالأخبار في مواقع التواصل، في مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك انستغرام وغيرها، فلانة دارت، فلانة عملت، وغيرها من القصص والحكاية تاع الناس. ولكن ما حال نفسك؟ هل تعرفها؟ هل تدركها؟ هل تعمل على تطويرها؟ ربي راح يحاسبنا على هذه النفس اللي عطاها لنا. نفسي هذه إن لم أشتغل أنا عليها ونخدم عليها،
شكون راح يش نخلي الظروف تصنعني، نخلي ربما من هبة ودبة من الناس يؤثر فيا بطريقة أو بأخرى، نولي نتصرف تصرفات لأني احتكيت بفلان أو بفلانة. نفسك أمانة ونفسك أختي أمانة، والله ربي راح يحاسبنا عليها. أكيد نحن لا نعرف من نفوسنا الكثير، لكن يلا نخدم على روحتنا. عليك بنفسك وعليك بنفسك، نفسي أولى من أني أشتغل بالآخرين وتصليح عيوب الآخرين وتسليط الضوء عليها. والله لو كان كل واحد يلتب روحه وينشغل بنفسه، أنه يكتشف تحديات وعيوبه ويحولها المزايا، وأنه الحاجات اللي مليحة فيه يخدم عليها، والله ما يكون عنده الوقت أنه ينشغل بالآخرين. ينشغل يا ربي بنفسه بأهله بأولاده، راها ما شاء الله. فلذلك أحبتي رسالة إلى أن نشتغل بأنفسنا، إلى أن نعمل عليها، فهي أكثر شيء لا نعرفه. أن نتدبر في آيات الله، فالله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لنتدبر في أنفسنا، لنتدبر حال حزننا، حال فرحنا، كيف ندير أحزاننا وأفراحنا، كيف نتعامل مع انفعالاتنا، كيف نعدل سلوكياتنا، كيف نغير قناعاتنا وأفكارنا السلبية وغير العقلانية، نحولها إلى أفكار عقلانية، لنهذب سلوكياتنا، لنطور مهاراتنا، لنحسن من عاداتنا، لننشغل بأنفسنا. رسالة اليوم من خلال الرشفة ستكون أن نعمل أنا أولا كنفسانية وكإنسانة، أعمل على نفسي وأشتغل بها وأطورها، أكيد حتى أعيش حياة سعيدة مطمئنة في الدنيا وأنال رضا ربي والفوز بالجنان إن شاء الله. ورسالة لكم أيضا لتنعموا ولتكتشفوا، لتنعموا بنعم الله سبحانه وتعالى وتعملوا على أنفسكم. إلى ملتقى يجمعني وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومسك الختام عليكم بأنفسكم، سلام عليكم.